السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل واحد الدرس اللي تيكون بجوج ديال الألوان أو أكثر، هذاك الشيء على حسب الرغبة ديالكم. وهذا الدرس هذا تيكون مخالف، المنظر ديالو زوين زوين بزاف. هنا أول حاجة غادي نخدمها وهي الحبكة، ممكن أنكم تخدموها غير دور واحد فقط، وممكن انكم ديروا جوج ديال الادوار عاد تبداو الدرس ديالكم. المهم هاد الخيط هذا على مبروم على ثلاثة ديال الشعرات، والبرا الرقم ديالها هو 6. فاول حاجة كديري هي غرزة في التوب، ومن بعد تترجعي فيها بحبكة. هنا غطلعي الخيط الفوق وترجعي الضربي في التوب غرزة، ومن بعد تهبطي الخيط لتحت بهذا الشكل وتعاودي تخدمي فيها حبكة. فهذه هي الطريقة ديال الحبكة، طريقة سهلة جدا وبسيطة. فأنا غندير فقط دور واحد على التوب. حاولوا أنكم ما تطولوش الخدمة بزاف، خدموا غير شوية باش تلقاو فين تدفنوا الخيط من بعد. هنا البداية حاولوا أنكم تبدأوا هنا، ما تبدأوش في هذه البداية هذه منين بديت أنا، باش في الأخر تلقاو فين ترجعوا الخيط. المهم انا هنا بديت في الاول، ولكن نتوما حاولوا تبداو في ديك الغرزه الثانيه من الافضل. المهم دابا غادي نتجاوز 3-4 ديال الغرزات، وغادي نخدم فوق الغرزه الخامسه. ركزوا معايا مزيان، كتخلي 4 فارغين وكتمشي تخدمي في الخامسه. تديري هاد الشكل هذا ديال قوس ولا نصف دائره بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نترجعوا في البلاصه فين خدمتوا اول مره. هنا علاش انا قلت لكم حاولوا تخدموا في الغرزه الثانيه باش تبقى لكم هذيك الاولى هي اللي تخدموا فيها، وتضوبلوا هاد القوس هذا بهذا الشكل. هنا حاولوا تزيروا الخيط شويه باش يجيكم الاقواس مزيرين مزيان. دابا غترجعي الخيط بهذا الشكل هذا للاسفل باش تخدمي الحبكه. هنا حبكه عاديه جدا، واحد، ركزوا معايا مزيان، جوج. هنا ضروري انكم تحسبوا العدد ديال الحبكات، فغادي نخدم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و17. فغادي نحاول انني نشد هاد الخدمه هذه. المهم هنا خدمت بعدد فردي، خدمت ب 17 حبكه. بطبيعة الحال بامكانكم ديروا اكثر، ولكن الا خدمتوا اكثر ديروا 19، الا ما خدمتوش ب 17 خدموا ب 19. المهم هنا كترجعوا تثبتوا واحد القوس اخر فوق من هذا القوس هذا اللي درناه بالحبكه باش نعاودوا نخدموا فوق منه. فغتجيوا الاول حبكه حبكناها وغتخدموا فوق منها مباشره واحد، ومن بعد غتمشيوا اللي حداها وغتبقاو غادين هنا 2 ودابا 3 4 5 6 7. لاحظوا معايا مزيان، وغادي نزيد نخدم 8 ديال الحبكات.
المهم في الراس ديال هاد الحبكة غادي اللوي ثلاثة ديال اللويات باش ندير الدرس ديال الواحد. لاحظوا معايا مزيان، غادي نجر الخيط الفوق ومن بعد غادي نعاود نحبك في هاد ثلاثة ديال اللويات. فهذه الحبكة الأولى ومن بعد غادي نرجع فيها في نفس الغرزة وغادي نحبك الحبكة الثانية، وطبيعة الحال غنرجع في نفس الغرزة وندير الحبكة الثالثة. هنا بإمكانكم ديروا غير جوج ديال الحبكات ولكن ثلاثة كيعطيو منظر أفضل. ودابا غادي نرجع نهبط نكمل هذوك الحبكات اللي بقاو ليا. هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. عندك هنا 8 ديال الحبكات بحال اليمين بحال اليسر، ولكن تنزيد هنا في الاخر كنزيد الحبكة التاسعة. هنا ضروري باش تعطيك هذاك باش يجي الدرس مقاد ويجي بحال اليمين بحال اليسر، كتزيدي هذيك الحبكة التاسعة. ومن بعد غادي نجمع هذيك، كندير جوج ديال الغرزات. لاحظوا معايا مزيان، الغرزة الاولى باش نثبت هذاك الدرس، والغرزة الثانية كنديرها حداها ونحيد هذاك الخيط ونجيب خيط اخر بلون اخر. هنا كتجاوزي جوج ديال الحبكات الاولين وتتخدمي في الحبكة الثالثة. فمن بعد غادي نثبت الخيط الجديد في هذيك الحبكة الثالثة ونعاود نخدم في الحبكة الرابعة. هنا شوية غادي نسرع الفيديو حيت جات الخدمة طويلة. ونفس الحاجة كتعاود، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. ففي هاد الحبكة الخامسة غادي نخدم، دائما كتبقاو غادين بنفس الطريقة. فغادي نثبت هاد القوس هذا بهاد الشكل، ومن بعد غادي نرجع نخدم قوس اخر من الفوق. حاولوا تهبطوا داك الدرس الاولاني غير باش ما يبرزاتكمش، ومن بعد عاودوا ديروا قوس اخر بهذا الشكل هذا. المهم هنا تنحاول نزير هذاك القوس ملي تنبغي نثبتو، اما الحبكه ماشي مشكل. فهنا غادي ديري واحد جوج ثلاثة أربعة، المهم غتكملوا حتى توصلوا ل 17 حبكة. ومن بعد غترجعوا في هاد البلاصة هادي فين كنتو تبتوا الخيط في البداية ديال الخدمة، وغادا ديري واحد القوس آخر من الفوق. كما قلت لكم هنا غادي نزرب، فغادي ترجعي تخدمي فوق من أول حبكة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. من بعد ما كملت هاد الحبكات هادو غادي نلوي ثلاثة ديال اللويات على البرا ونجر الخيط مزيان. دابا غنديرو الدرس ديال الواحد كالعادة، كترجعي تهبطي الخيط لتحت وديري ثلاثة ديال الحبكات على هاد الدرس. بإمكانكم ديرو فقط جوج ديال الحبكات، كل واحدة تشوف يعني على حساب النظرة ديالها، وتخدموا يا جوج يا ثلاثة. المهم أنا فضلت ندير ثلاثة الحبكات ومن بعد نهبط. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وفي النهاية كنزيد واحد الغرزة اللي هي التاسعة كنخدمها هنا باش يتقاد ليا هاد الدرس هذا.
وكديري الحبكه الاولى الغرزه الاولى باش تبتي الخدمه ديالك وتزيدي الغرزه الثانيه. دابا غنوري لكم كيفاش نخدموا الدرس الثالث. كتجري هذاك الخيط الاولاني اللي كنتي خدمتي به، وهنا كتحسبي ربعه ديال الحبكات اللي عندك وتمشي للحبكه الخامسه وتخدمي فيها. لاحظوا معايا مزيان، غادي نطلع الابره وندير هذاك القوس. فهذه هي الطريقه باش كنخالفوا هاد الدرس هذا بهذا الشكل. وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نخدم معاكم نفس هاد الدرس هذا، ولكن غنضيف ليه بعض الاضافات. غادي ندير غنستعمل العقيق وغنبدل واحد شويه في الخدمه. المهم هذه غير كفكره، ممكن يعني لعجباتكم انكم تعتمدوا على هذاك الدرس. المهم دابا من بعد ما خدمت 17 لفه ولا 17 حبكه على هذاك القوس الاولاني، غادي نرجع ندير قوس اخر. فكنتبتو في هذاك القوس الاول اللي كنت خدمته بهذه الطريقه. لاحظوا معايا كتبتو هنا، ومن بعد تكملوا الخدمه ديالكم عادي جدا. فهذا هو الشكل النهائي لهذا العمل، كيجي بحال مفتول ومخالف، يعني كل درس مخالف مع الاخر. المنظر ديالو رائع جدا وراقي جدا. تسنوا ان شاء الله الفيديو القادم غنخدم فيه نفس هذا الدرس، ولكن غنضيف ليه العقيق وواحد الاضافه بسيطه جدا ممكن انها تعجبكم. فتسنوا هذا الفيديو هذا، ومن بعد قارنوا بيناتهم واختاروا اللي يعجبكم هو اللي تخدموا به. شكرا لكم كاملين، شكرا لمشاهدتكم الفيديو، شكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين.